فبركة يفبرك فبركة قلد الشيء وصنع مثيله فبركة خرج من ناس ضحكتها صايم فطروني فاطر صوموني يا رب فبركة في النصف الثاني من شهر رمضان عليه إذاعة قفصة يا محسن حاول حلي الراديو وزاد قفصة من أنت بتتكلم مرحبا بكم الناس الكل كانك تسوق قاري وكانك حابس من غير ما تديماري وكانك مطفي الراديو اشعله هو ألهب أفكاري وإن كنت في الكوجينة ولا الداري استمعي إلى أشعاري يلي تخافين من الفاري برهوم جينيريك بعد أن أصبح الضحك ملعبا للقاسي والداني وطالت ديادي التنبير كل شيء جاء فابريكانو لكسرها وليعيد للضحك مكانته مع الثلاثي ريو برهوم وسيفون يما ولدك ولا عنده برمانجة يما والضوارب كلها يحكي عليها يما وناهو برامج وناهو تكذب علي يما هاو الدليل يما ترى وين الدليل ابراهيم هات جينيريك ابراهيم اي وين الجينيريك قلت لك تكذب علي ابراهيم وين الجينيريك تنبص عليك ابراهيم بعد أن أصبح الضحك ملعبا للقاسي والداني وطالت ديادي التنبير كل شيء جاء فابريكانو لكسرها وليعيد للضحك مكانته مع الثلاثي ريو برهوم وسيفون مسابقة إذاعية جديدة اسمها ها وجهي كان ربحت انا هو مليار وانا هم زوز مليارات حكاية اللعبة كلها على 10 مليارات والبرنسيب متاع اللعبة انك يعطوك 2D يعني مكعبات شيش بيش تلوحهم ويزمك تجيب سوم اكثر من 13 ورسول الله 6 و6 12 مبروك 7 و5 زيد 12 عاود 1 و... روح هو دي هاي اكثر حاجه 12 هي في اللعبه كيفاش اخي تحبني ناي نجيب 13 اقعد في البير واحد واحد اخي هاي 2 ذي ابارا مو باش تقعد مسال هات اللي عندك وباش تبقى في الروج وش اللعبه ذي والله انا ما فهمت كيفاش 13 انا نجيب مكعب ما عندي مطار باش نجيب 13 للمشاركة في المسابقة ابعث SMS على الرقم الدنجري 001136 واركب في الكاليس توا انتقال الى مراسلنا يوسف سيف بمدينة حليب الناقة حيث تدور تظاهرة قطف اكبر كرد هندي في العالم اهلا بيك يوسف اهلا زميلي فابريكانو أنا الآن على أنف الحد أو على عين الحدث هنا في مدينة حليب الناقة حيث يتم التقاط صور لأكبر ثمرة تين شوكي لعام 2015 والإجراءات هنا جيدة والأجواء كذلك هنا جميلة ويتم الآن تهيئة المشتركين صحيا ونفسيا حيث توجد هنا فناطيس كثيرة لفك الحصرة وألف تواليت عمومية ومئة سيارة إسعاف لاستحاب المشتركين عند استكمال الحدث إلى مستشفى المدينة وتوا ما بقانا معاكم كان الفابريكان تيب فازة جديدة ومزيانة على الأخر نسمعوها مع بعض دار البيم وفاء انا دايما اضحك دار البيم
مدربين جنة يا ودي ديك ربي جا عربي تطلع عشان تسكر مازال كذا بريت. بسم الله على الحولة والقوة. بسم الله عليك ما تشوف حاجة خايبة ولدي. قل لطف علي اعملها اعملها قولناي النخبة والنخبة وجي وجهك يا مهمومة النخبة والنخبة واحنا كنتم مع فابريكانو، فكرة وتصور رياض دبوبي، بطولة سيف عمران، هندسة صوتية إبراهيم كمالة، إنتاج إذاعة قفصة.